نظمت مبادرة الرمثا تكرم أبنائها مساء السبت المهرجان الأول لتكريم كوكبة من مبدعي أشباب الرمثا الذين تميزوا في مختلف القطاعات هذا العام بحضور وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي والنائب الدكتور زكريا الشيخ وجمعا كريما من وجهاء الرمثا. واستهل الحفل بكلمة منظمي المبادرة ألقاها عبد الله ربيع حيث استعرض فيها دوافع وأهداف هذه المبادرة والتي تمثلت بأنها تهدف إلى تشجيع الإبداعات الشبابية والأخذ بيدهم نحو التميز والإنجاز وتسليط الضوء على إبداعهم التي نحتفي من خلالها بباقة من المبدعين من أبناء الرمثا الذين شكلوا بعطاءاتهم انموذجاً للكفاح والمثابرة في ميادين شتى، وحق لنا أن نفخر بهم ونفاخر ونعلن سعادتنا بما حققوه بفضل من الله سبحانه وتعالى، فهنيئاً لهم وهنيئاً لنا بهم. وألقى راعي الحفل الحاج خالد الشرع كلمة دعا فيها إلى توجيه طاقات الشباب لما فيه خير الرمثا من خلال تشجيع المؤسسات والجهات المعنية للأخذ بيد هؤلاء الشباب ليكونوا التغيير الإيجابي رغم ضعف الإمكانيات وليكونوا قادة المستقبل. ودعا إلى تشجيع مثل هذه المبادرات التي كانت الأولى من نوعها على الصعيد المحلي، متمنيا من الجميع الوقوف جنبا إلى جنب من أجل المضي قدما في مثل هذه المبادرات. أيها الشباب، لا تختزنوا طاقاتكم فتميتوها، ولكن اختزنوها لتنمو وتزداد حتى تصبح على وجه السماء على قمة الشمس تباهون بها الأمم، حتى تقولوا كما قال شاعرنا السابق: هؤلاء قومي عمموا بالشمس عاماتهم ومشوا فوق رؤوس الحقب. لا تخالوا أدبا يحفظنا، نحن من يرضيكم عند الأدب. وعرض خلال حفل التكريم فيلم توثيقي حول لواء الرمثا وأبرز الإنجازات في اللواء مثل مستشفى الملك المؤسس وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. وثمن وزير الزراعة عاكف الزعبي والنائب الدكتور زكريا الشيخ هذه المبادرة متمنين أن تستمر، وهي البذرة لتشجيع الإبداعات الشبابية، راجين من كافة الجهات الرسمية والأهلية دعم الشباب المبدعين والأخذ بأيديهم. ضيف أحب الرمثا وينافح من أجل قضايا هذا البلد، زار الرمثا وترك لها فيها بصمات واضحة. رحبوا معي بالأستاذ زكريا الشيخ. الحقيقة أنه يستأهل التكريم، وأهلاً وسهلاً دائماً بالطيبين. شكراً. أتشرف اليوم بعد بسم الله الرحمن الرحيم أن أكرم من هذه الأسرة الكريمة وأن أكون فرعاً من هذه الشجرة الطيبة، شجرة الرمثا التي يستظل بظلها كل الأردنيين. هنيئاً لكم وهنيئاً لهؤلاء المبدعين، بارك الله فيكم جميعاً. وفي نهاية الاحتفال قام راعي الحفل الحاج خالد الشرع بتكريم الوزير الزعبي والنائب الشيخ وتقديم الدروع إلى مستحقيها من الشباب والشابات الذين تميزوا في ميادين مختلفة.